يا كابتن، التألق بقى مع الفريق الأول، فاكر أول مباراة رسمية ليك مع النادي الأهلي؟ طبعا انساهاش، طبعا مستحيل انساها طبعا، لأن المباراة دي أنا صديت فيها ضربتين جزاء. المباراة دي كانت نادي السكة الحديد، كانت نادي السكة الحديد دور 32 كأس مصر، كانت في استاد القاهرة، وكنا بنلعب بدون الدوليين. كانت المباراة دي سنة تقريبا كانت سنة 88 أو متهيألي 88 او اكتر شويه، ممكن 89. تمام. فالمباراه ديت كان وصلت لركلات جزاء، تعادلنا فيها 1-1 ولعبنا ضربات جزاء وصديت اول ضربتين وكسبنا المباراه بضربات الجزاء. طيب كان في خوف وقتها يا كابتن ان اول مباراه رسميه ليك مع اختبار كبير بقى وصلت لركلات طبعا جزاء؟ طبعا انا كنت يعني بحلم، يعني تخيلي مثلا انا يعني سن صغير، انا لعب المباراه دي يا استاذه ساره وانا عندي تقريبا كده 16 سنه، صغير قوي يا كابتن، وكام شهر كده يعني ما كنتش كملت 17 سنه 16 سنه وكام شهر. فدي ده تقريبا ده رقم، يعني رقم بتهيالي، يعني انا ما اعرفش طبعا يعني حد بتاع ارقام بقى واحصاء وكده يجيب ده، تقريبا ممكن يبقى اصغر حارس مرمى من اصغر طبعا بتهيالي، يعني لعب في تاريخ النادي الاهلي وسنه 16 سنه وكام شهر، يعني ما كنتش كملت 17 سنه. فطبعا كان بالنسبه لي يعني بلعب مع نجوم كبيره قوي في النادي الاهلي، كان وقتها بيلعب بقى يعني اسماء كبيره جدا. طبعا الدوليين ما كانوش موجودين، بس تعرف النادي الاهلي يعني كل ال 30 لاعب بيبقوا نجوم،